نقدم رؤيتنا إلى الحكومة وإلى دولة الأخ رئيس الوزراء أن استعمال القوة والعنف لا يفيد ولا ينفع، ويجب أن لا يستعمل مع أبناء الشعب العراقي. كما نهيب بالمتظاهرين أن يلتزموا بسلمية التظاهر وسلمية وقانونية مطالبهم. أما إحنا إنه والله أيضا صار إلى ما صار ما حصل السابق، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. وإذا تكرر من بعض الجهات هذا، فإحنا بالنسبة لنا سننسحب من العملية السياسية ويكون لنا موقف حين ذاك. ولهذا إحنا نرفض أن شعبنا يكون عرض. إحنا ما في فرق بين واحد متظاهر وواحد في موقع المسؤولية. إحنا نعتقد أنه كل الشعب العراقي هو متساوي، ماكو أحد أحسن من واحد. والمعتقلين عيب علينا إحنا بعد أن قضينا فترات طويلة وتعرضنا للسجون والمعتقلات أنه نكرر المسألة نفسها. لهذا وعدني الأخ دولة رئيس الوزراء أنه سيطلق سراح الكل هاليوم يومين.